طيب فشلت في العديد من الصفقات اللي أبرمها الهلال وأقنعت الأمير عبد الرحمن بن مساعد فيها، وفي مقدمتها اللي قبل شوي تقول أنه بس مسألة أني أجيب واحد من الجار للجار، في مقدمتها سعد الحارثي اللي يعتبر صفقة فاشلة في كل المقاييس. وينها؟ لا لا بيكمل موسم ثاني الحين. لا اخذ نص الموسم اللي راح وبيكمل يعني موسم تقريبا. اي لا موسم مش موجود في الخارطه يعني، حتى يعني كان مصاب اعتقد. انا سمعت انه كان مصاب. هل انتم ما تؤمنون بسعد الحارثي كلاعب؟ مش انا اسالك يعني. ما في نجاح واضح. لاعب جاء في الموسم اللي فات في نص الموسم تقريبا، صح ولا لا؟ خلص الموسم، الظروف ما كانت سعد، خلص الموسم، بدأ الموسم هذا. أنا الحين ما دافع عن سعد، بس أنا أعطيك المعلومة. وإحنا نتعاقد معاه الموسم اللي فات قلنا كلام مهم في التعاقد، موزون واضح وصريح. الستة شهور الأولى، لاحظ دقق، بس حنتعاقد معه لمدة ستة شهور، بندفع له بكل شهر شهر، صح ولا لا؟ إذا أثبت نفسه في الستة شهور وقعنا معه عقد. خلصت ستة شهور، أنا غادرت، هو سعد اللي جالس. جميل. كلام سليم ولا لا؟ وبقوه. انا ما ادري عن انا ما اقول لك بقوه. تبغى تقول ان قناعه انه ممكن انا وقعت مع سعد الحارثي، وكنت طلعنا الاعلام وانا المسؤول الاول والاخير، وكان رايي في توقيع مع سعد الحارثي ستة شهور. بعد ستة شهور يقيم اللاعب ونشوف مدى استفادته. ما كان عندنا عقد لمده سنتين وعقد لمده ستة شهور. اللي قدمته عقد لمده ستة شهور، وسعد قبل الشيء هذا لأنه يعرف إمكانياته وعنده رغبة ويبغى يثبت. اللي أنا قاعد أسمعه حاليا أنه هو رجع من إصابة وكانت أموره تمام في مباراة ودية، سجل هاتريك أو شيء زي كذا. بس ما هذا مو مسألة في مباراة ودية سجل هاتريك، كلها في مباراة رسمية سجل هاتريك، خلاص هو نجم الموسم. أتكلم أنا عن الموسم ستة شهور، ستة شهور الأولى انتهت، أنا غادرت الهلال، سعد هو اللي بقى. نعم. من اللاعب الثاني؟ وليد الجيزاني. أسمع كثيرة. وليد الجيزاني جاء لنادي الهلال وخرج من نادي الهلال. أنا فعلا كنت خلف وليد الجيزاني، أني أنا مؤمن ولازلت مؤمن بوليد الجيزاني ولازلت مؤمن بسعد الحارثي. وأقدر أقول لك أني أنا المسؤول الأول والأخير. الاسم الثالث اللي كنت أيضا حضرت النادي الهلال وأنا كنت مسؤول عنه فيصل الجمعان. ولكن كل الأمور مو بشرط أني أنا وين أحط وما أضرب تكون صحيحة. يعني فقط ركزنا على الأسماء اللي فشلت وخلينا الأسماء اللي نجحت. جميل. طيب فقرتنا الأخيرة قبل بالتأكيد ما نتحدث مع سامي الجابر عن مشوار سامي الجابر كلاعب، نتابع زاوية خلف الكاميرا. ننطلق. طيب احلى شيء واحد من زملائنا في المعد في نفس البرنامج اسمه سالم الغامدي، عنده اخوه اسمه حسين او حسن الغامدي، نسخه مني قال يا اخي وش تكلف على نفسك تروح ذا سجل معه. والله المفروض دوبلير يصلح. يصلح دوبلير. بعدين عندك عمر مهنا، تخاف من عيونه انت؟ لا عمر مهنا ما يخوف. عيونه اذا طيرها بالعكس، اذا طيرها عليه طيرها عليه انا زياده في المباراه. تبغاهم يجيبون النسكافيه؟ صار مو نسكافيه، صار ايس كافيه. مليون ونص ريال مو بيورو. من اللي ضيعها؟ من رقم كم؟ 21 عادل هرماش. طلت انا اتكلم مع الكاميرا. بابا من تحكي لي تحكي الكاميرا. الحمد لله. يعطيهم العافية الزملاء متواصلين في برنامج مشواري في مساء باريسي خاص مع سامي الجابر، وبالتأكيد
مساء جميل، وخاصة أنه ضيف البرنامج هذا المساء هو سامي بن عبد الله الجابر. أبو عبد الله، على صعيد سامي الجابر اللاعب، في ناس كثير يعني تقول لي مهم جدا أنه سامي يتحدث كيف قدر سامي الجابر من عاش مرحلة جيل 94 في كأس العالم، وأيضا حضر في 2006 في كأس العالم. أيد، شوف، مو مسألة جيل 94، بداية الحقيقية فعلا كانت عام 90. زي ما قلت لك، هذا نعمة من الله أني أنا من صغري كان عندي سيد كارلوس ألبرتو بيريرا، اختار لي موسم عام 90 وأنا لسه كنت بادي، ياخذني السيد كاندينيو ويحطني في الفريق الأول، من شباب الفريق إلى الفريق الأول، ولكن تقريبا 1410 1410 اللي يعني المباراة الختامية مع الرايد. بس بدأ أتكلم لكم، بدأ أنا اخترت المنتخب اللي هو عام 1990 اللي كان مستعد لدورة الخليج اللي أقيمت في الكويت واللي سحبت سعودية بسبب التعويذة. هذا جيل، لما تكلم جيل صالح النعيمة، ماجد عبد الله، صالح خليفة، فهد مسلم، عبد الجواد، محمد عبد الجواد، يوسف خميس، جمال محمد، الهريفي، محمود، فهد الهريفي، يعني طول القائمة. جيل جيل يعني تعصر مخك. عشان بعدها جاء جيل 94 اللي هو قبلها تصفيات، بدينا من 92 من البطولة العربية في سوريا، 93 تصفيات كأس العالم، 94 من كأس العالم، المهلة، سعودي ويلان، فؤاد أنور، خالد مسعد، أحمد جميل، محمد الخليوي، القائمة تطول. جينا يعني جينا 98، دخلت بعض الأسماء، بس على يعني زي نواف التميات دخل 98 كلاعب صغير، عبد الغني حسين دخل كلاعب صغير، خميس العويلان دخل كلاعب صغير، يعني إبراهيم ماطر دخل كلاعب صغير، يعني هذه الأسماء. هو الكلام يا أبو عبد الله على أنه حتى اللي جو بعدك ما قدروا يستمرون المرحلة اللي أنت استمرت فيها كرويا، هو الكلام على النقطة دي. كيف قدرت توصل؟ إيه، بعدها الجيل 2002، ترى جيل ثاني يختلف، جيل عبيد الدوسري، عبد الله الجمعان. طيب كيف قدرت؟ 2006 جيل آخر، ياسر القحطاني، جيل آخر يعني. طيب كيف قدرت؟ هو الكلام إنه كيف قدرت يعني تعيش كل هذه المراحل الكروية في عمرك؟ والله توفيق أول شيء رب العالمين الحمد لله، لكن كان أعتقد الانضباط كان سمة كبيرة في الحياة، لأن إذا أنت ما تنضبط في كرة القدم ما تقدر تجلس تلعب 18 إلى 20 سنة تلعب 4 كوس عالم. طبعا أنت تعرف الإصابات، تعرف كل الأمور البسيطة والمهمة في حياة كرة القدم، اللي الغذاء، النوم، الاهتمام، التدريبات الطريقة الصحيحة، الإعداد. أنا أعتقد أن الحين ما اسمع واحد يقول أنا والله ما لعبت كرة في إجازة، إيش سويت؟ والله ما سويت رياضة 45 يوم، جالس ما عندي إيش. ما كنا نقعد 45 يوم، أتوقع أن إحنا كنا نروح من منتخبات ناشئين إلى شباب إلى فريق أول ونرجع لأنديتنا، وفوق هذا لما جعلنا إجازة يا أخي نلعب كرة، والله نمارس الكرة، اللي هي نتكلم عن حواري، نتكلم عن منتزهات، نجري إجازاتنا اللي نروح فيها نجري فيها ونتمرن فيها، نرجع نلقى أنفسنا 30-40% لياقيا جاهزين، أسبوعين 3 أسابيع فت. لكن الآن تغيرت الأمور، العولمة والتكنولوجي والحياة أصبحت منظورها مختلف، مو معناتها أن احنا يعني، لكن حتى على مستوى العالم لو تجي تناظر هنا مثلا في أوروبا، دائما أعطي مثل، تلقى الحياة تختلف في فكر اللاعب. الفكر هو اللي يصنع، يعني إذا كان اللاعب عنده موهبة وعنده فكر أعتقد أن هذا يكون دائما من التوب، من أفضل اللاعبين. في نفس أوروبا فيه أيضا في لاعب عنده موهبة كبيرة لكن فكرة مو كويس، لذلك تلقى حياة الرياضية قصيرة. طيب دائما يعني بالذات يعني الجماهير الأخرى، الإعلام الآخر يعني يشدد بشكل كبير وواضح على أنه سامي لو ما كان فيه إعلام أزرق ما كان سامي استمر كلاعب.
والله الإعلام الأزرق أولا أنا أعتز فيه كأشخاص وكإعلام وكرجال، ولكن ما أعتقد أن الرجال هذه نزلت معي الملعب تلعب معي، ما حتى ما كانت ساعدتني على أني أسجل ولا أصنع ولا زادت لياقتي ولا خفضتها ولا جابت لي كاس وعطتني إياه وأنا ما توجت بطل أصلا. لكن الرجال لا، توقف معي وقت الشدايد، تدعمني، تدفعني، تنتقدني صح عشان ترجيني الطريق الصحيح، وهذا جزء من شخصية أي لاعب في العالم مو بس سامي الجابر. لكن أي زي ما يعتز أي أحد يعتز بالإعلام الثاني، أنا أعتز بالإعلام الهلالي، لكن عمر الإعلام ما هو اللي يسجل هدفه ويصنع هدفه يعطيك كاسة وتوجك بفريق أو توجك، هذا تاريخ مكتوب، هذا لا الإعلام يقدر يغيبه ولا يقدر يغيبه أي أحد، هذا التاريخ مكتوب. إذا الإعلام في إعلام هلالي وعمل وصنع، ترى في إعلام مضاد لا زال ينتقص من سامي الجابر، واسم سامي الجابر موجود في أي مكان في العالم. لأن اللي حققته بمجهود توفيق الله سبحانه بمجهود شخصي، لكن زي ما في إعلام هلالي في إعلام مضاد يحاول ينتقص منك ويقلل منك ويركز على أمورك ويركز على سلبياتك ويركز على أشياء لا تؤثر ولا تسمو ولا تغني من جهد بالنسبة لي. لكن تأكد فوق هذا كله مع كامل احترامي لكل أحد سواء كان اللي مع أو من اللي ضد، أعرف ما هم من هو أنا، لذلك دائما ما تكون رجلي على الأرض. إذا وصلت المرحلة فيها نجاح وصلت إلى أو طمحت وصلت إلى قمة طموحي، أحاول أني أنا أرتقي للمرحلة اللي بعدها. من هو اللي قرر يحط سامي في قائمة الأساطير كرة القدم في السعودية أو يحطها خارج القائمة؟ هذه يبغى لها برنامج ثاني، هذا الحين يبغى لها برنامج ثاني، لأنه احنا عندنا العقدة الكبيرة في الإعلام السعودي عن مسألة الأساطير والأفضل والأحسن، دائما ما نبحث عن من هو الأفضل، من هو الأحسن، من أول وأفضل فريق وأول لاعب وأحسن لاعب، وبينما برا الحدود هذه ما حد يعرف ايش اللي صاير. يعني احنا قاعدين نضخم الامور بشكل في مملكتنا الحبيبه، في رياضتنا، في مملكتنا الحبيبه، بطريقه قاعده تضر البيئه، لا تساعد على النجاح او الى العوده الى عصر الازدهار، العصر المزدهر اللي كانت فيه الكره السعوديه تعمل، كان اسم المملكه العربيه السعوديه كبير. اصبحت زي ما قلت لك الكاميرا خارج ملعب كره القدم، اصبحت تعطي وتلمع، تصفية حسابات شخصية، أشياء كثيرة بعيدة كل البعد عن مفهوم الرياضة وعن ما هي الرياضة، أصبحت تصفية حسابات. الدخلاء على الرياضة السعودية هم المستفيدون الأولين من كل ما يحصل في الزوبعات اللي تشوفها في التضخيم وفي النفخ اللي لا يقدم ولا يؤخر الكرة السعودية. الكرة السعودية بقت واقفة في محلها، الناس اللي تطورت وذهبت إلى أبعد مما يتخيلون هم لا زالوا على مكانها، لذلك يجب التحرك ويجب التنظيم ويجب التغيير، بمعنى التغيير أنه تجعل كل واحد في مكان المناسب، وأن تكون هناك محاسبة سواء كانت على مستوى المسؤولين عن الرياضة أو عن الناس اللي هي مسؤولة عن التنظيم في الرياضة أو الناس اللي في وسط الرياضة.